الخير. أديب روائي من طراز مفاجئ وصادم من العنوان حتى نهاية الخاتمة. إعلامي كتب بعرق جبين قلمه في الأدب والصحافة عن عواصم من خطأ، وحاول أن يرينا نجوم الظهر في كلمات سيئة السمعة. شاعر حائز على جائزة يوسف الخال الشعرية في الربع الأخير من الثمانينيات القرن الماضي، كتب للراشدين فقط عن كأنني امرأة مطلقة وعن حب في الغسالة، وكتب الزعران وبحيرة المصل وخذ الكتاب بقوة. كاتب يلتقط المسافة والوقت والحركة في نصوصه المسرحية الكثيرة، من أحد عناوينه الأولى يلي خلق علق إلى نصه الأخير المسرحي أو إلى نصه المسرحي الأخير مجدرة حمراء. في أدبه السياسي ختم مسيرته ببيانو من أرقام. أديب ساخر تجاوز في العمر والتجربة نصف القرن الأول، خريج جامعي في المسرح والتمثيل منذ أكثر من 3 عقود. مضيفنا في خواب الكلام لهذه الليلة الشاعر والمسرحي والصحفي اللبناني يحيى جابر بعد هذا الفاصل. كنا ننطر النهارده نطلع على الرحله، نتكتف بالبوسته ونمشي لبعض بالسر، ونصير نشد حقنا معها، وعشر عشر يا شوفير موتيرك احلى موتير، عشر عشر يا شوفير موتيرك احلى موتير، وننطر الاعراس الناطره اللي تمشي لبعض، وهو كان يضل خايفين من العدو، وين العدو؟ كان هو كان يضل خايفين علي من العدو، وين العدو؟ اجى العدو، بالنسبه له كل رجال عدو. مجدرة حمراء هي مسرحيتنا الجديدة أنا ويحيى من بعد اسمي جوليا، ومجدرة حمراء بتحكي عن 3 شخصيات نسائيات هني بجسدوا كل نساء العالم إن صح التعبير، بكل وحدة بخاصيتها بمشاكلها بالانتريور الخاص تبعها، وعم تطرح مشاكلها وعم يتضوا عليها من خلال هالمسرحية. مريم شوب عندك حقشتها ليكي؟ اجيت السعاد بعد؟ لا ست الفنجالوزة والعمرة مواعيد خارة هاي، يمكن لك جوزها حضر ما خلاهاش تيجي، يعني شو بدنا نعمل؟ بننطرها. والله والله شو هالسكربين الحلوة، منين جايبتيها؟ من بيريز؟ ها؟ بدي وصيك على وحدة مثلي، بضلك تجيبي لي ريحة. استاذ يحيى جابر اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك اليوم بخواب الكلام على شاشه تلفزيون لبنان. اول شيء بشرفني، اول شيء اذا كنت تحب دائما اكون بحياتي البحصه اللي بتسند خابي. كيف اذا كان خواب الكلام؟ خواب كثير عندك استاذ يحيى جابر. فعلا انا قلت بديش اقول الشاعر والمسرحي عيد الواو اللي بنضلنا نعطه في الاشياء. على كل حال دائما انا بقول انه انت يعني الانسان هو الاشياء هو كل اللي بيعملها. فاهلا وسهلا فيك من جديد اليوم نحن تياترو فيردان، ثانك يو لهم لانهم استضافونا. حبيت اليوم من خلال خشبه المسرح لانه انت بتلاقي حالك عليها اللي بتشبه هي يعني الحياه اذا بدك. قلت كنت عم تقلق قبل ما نبلش هيدا الشيء الوحيد اللي باقي لنا، ليش؟ يعني بالنسبه لي انا باقي هي هالخشبه اللي بعدني يعني عشت العمر كله يعني على خشبه حياه بشكل او باخر. ساعة بكون بالكواليس، ساعة بكون المخرج، ساعة المؤلف، ساعة فوق الخشبة، تحت الخشبة، ساعة حامل خشبة، ساعة أنا مصلوب، ساعة صالب. ساعة أنت الكاتب، ساعة أنت المخرج، ساعة بالزبط. أنت اللي بتقتل، ساعة أنا اللي القتيل، ساعة أنا الجماهير، ساعة أنا لا شيء، ساعة أنا الصفر، ساعة أنا الصمت. فالخشبة هي إذا بدك من أحلام حياتي القديمة وتحققت، إنه بمعنى ما صرت على الخشبة وتحت الخشبة وخلف الخشبة. نعم، أستاذ يحيى دائما اللي بيعمل كل الأعمال نعم. يعني هو المخرج وكمان بيكون بيكتب يعني انت عامل كل هالاشياء،
الأصابع المنيحة الاتهام يعني إن كانت إيجابية أو سلبية بتتوجه نحوه، كم مرة أوهسوك؟ أول شيء أنا يعني إذا بدك حتى أفشي بسر إنه أنا بحب المعارك أولاً، وبحب إطلاق النار، وبحب أكون بسهل مكشوف، بحب أكون سهل للقناصين يعني بشكل أو بآخر، بحب ألعب بالحرب بكل أنواعها. ايه طم اطلاق النار النقد او غيره او الاشاعات او بتلذذ فيهم لانه دائما بحب الظل ما بحب الضوء. بتحس كانهم هن عم يعني عم بيجوا بدقوا على هيدا الباب فجاه يعني وهيدا الظل اللي انت عايش فيه انه عم يتحشروا فيك؟ يعني مش تحشر فيي بس اذا بدك انا ادين بنجاحي لل يعني للي اهملوني اللي نبذوني اللي حاربوني يعني كأنه اللي هجوني عم بتفرجيهم. انا دائما بحاله تحفز بحاله حركه بحاله بحث عن الحقيقه. انا بحب الاعداء. انت انا بعشق الاعداء. ما انت بحب انت شخصيتك هادئ وعندك شوي من الخشب بس على المسرح منك قليل يعني بتطلع كل هيدا الاشياء اللي مخبايه فيك. انا الخجل هو خجل تاريخي يعني جاي من عند من طبقه اجتماعيه كانت تشعر بالخجل، من طائفه اذا بدك كمان تشعر كان بالخجل، من يعني عائلة كانت هالقد كمان وضيعة وحرمان وغيره، كنا نشعر بالخجل يعني بشكل أو بآخر. هلا ما بتحكي بصوتك بتخلي صوتك يحكوا في ناس تانيين يعني الأشياء اللي أنت بدك تنتقدها الناس بتقول تطلع يعني من خلالك بصوتها بقولوا اللي أنت بدك إياه. بقول أنا أوقات بحب أكون أنا الآمر الناهي اللي عم يعني يتصرف على الخشبة بشكل أو بآخر عبر أدوات هي اللي ممثل. بحب احيانا انه اوصل صوتي عبر الاخرين. عندك متعه وتشكيل الاخر يعني بتنجيده اذا بدك تقول اذا بدك هاي الكلمه المضبوطه. بحب اذا بدك شوف حالي بخلالهم يعني شوف ارائي شوف افكاري عم تتجسد على الخشب. مين لقط يحيى جابر عرف فيه يعطيك اللي بده اياه من اللي مثله معك بكل صراحه؟ بكل صراحه اذا بدك كل واحد واعطى بمحل ما يعني ماذا اريد يعني من كل الممثلين يعني من احمد الزين بدايه عملي انا وياه ابتسم انت لبناني يعني اعطاني فرصه هائله احمد بشغل مسرح الشعبي اشتغلنا ابتسم انت لبناني وقعدت سنتين كنت بعدني منتصف العشرينات من العمر يعني بحب هالتجربه كثير معه. بحب تجربتي مع عايده صبره كمان باللي خلقالي. بحب تجربتي مع يحيى جابر اللي انا طلعت على المسرح كمان. ايه مع انت ويحيى كيف؟ انا ويحيى مش صحبه دائما يعني احيانا على شجار على مشكل على حب على اعتذار. انا شخص بعترف بس دائما متخانق انت وياه كرمال هيك بتكتب؟ ايه اذا بدك ايه مشكلجي بالكتابه يعني بمعنى انا بكتب من دون ما افكر بكتب من دون ما يعني اعمل رقيب على نفسي يعني وبضطر احيانا اقول اسرار ما يسمى اسرار بكل بساطه وفكر الاخرين. شو ما بتحب بحالك؟ شو ما بتحب؟ ما بحب حالي هو يعني اوقات بتأتئ يعني بمعنى بتأتئ بالجملة بتأتئ بالثورة بتأتئ بالسياسة بتأتئ بالحب بتأتئ بمعنى مش عم بلاقي الجملة المفيدة اللي لقيها. هذا بيرجع للخوف؟ بيجي للخوف والخجل. هلا انا ما عم بعمل اليوم لا انا كلنا ست فايدة اهلا وسهلا فيك استاذ يحيى جابر. يعني ابن بيروت العاش ببيروت طلع ابن 11 سنة على وادي جيلو. نرجع بهالذاكرة نرجع بنفوت على ذاكرة يحيى جابر عطوف يعني اول شيء بيجي على بالك شو؟ يعني بيجي على بالي يمكن ما بتصدق انه ريحة الكاز ببيتنا ببرج البراجني اوضة فيها 7 اشخاص وامي لحالها هي والاولاد وهيك نايمين كعب وراس كعب وراس كعب وراس وبي بليبيا وعم انا جاي بعت لها مصاري وهي لحالها عم تدير هالسبع اولاد. انت شو كان موقعك بالسبع اولاد؟ موقعي هو اختي اكبر مني انا الثاني وراها كصبيان يعني. يعني انت يعني انا البيت. الصبي اللي كنا ناطرينه يجي يعني. وانت كنت هيدا الشيء؟ ما بعرف اذا كنت المثال الاعلى بهالمعنى إيه بس ولا إيه اخذتك يعني انت كنت الشاب اللي الكبير المفروض بالعائله ولا انت رحت مع الشارع رحت مع انا رحت مع الشارع يعني تطلعات. انا عزبت اهلي كثير بعدين يعني على كبر عزبتهم هن عزبوني على صغر يعني اوكي فانا رديت الانتقام بعدين على كبر حيث انه غادرت البيت باكرا انتسبت الحزب الشيوعي صرت مقاتل صرت مسؤول سي بس ضلت ريحه الكاز بمنخارك ضلت ريحه الكاز على البلاط الاحمر اللي برج البراجني بهالاوضه وحد منا كان في سينما راديو وانا اهرب انا عمري 5 سنين من البيت من الاوضه على السينما فوت بين الجيران
ففوت على سينما راديو وشم ريحه كمان الجرين والكلسات وبدك اياها وطلع الشاشه هيك العريضه وسحر ياخذني يعني. شو كنت يعني تتذكر افلام كنت تحضرها؟ ايه طبعا من طرزان، من ساموراي السبعه، من افلام عربيه كثير. بتذكر افلام العربيه معظمها كان فيها جاتو يضربوا، نحن ما عندنا جاتو بالبيت يعني نشوف يضربوا بالوجه هذا المشهد هذا ياخذني انا، وإلا لأمي بدها تعمل لنا جاتو تضربني يعني شو جاتو هذا يعني. والله العظيم ببالي انا قدرت هذا بوزه. فانا ابن هذا المحل اسمه ساحل متن الجنوبي، اللي صار اسمه بعدين بالثمانينات اسمه الضاحي الجنوبي. ضاحي الجنوبي. فنحن صار عمري 11، بابا قال انه يلا اطلعوا على الجنوب، فش اطلعوا على الضيعه، وانا ما بحبش الضيعه، بكرهها للضيعه، لانه ما طلع الضيعه كان عيطونا بالصيفيه، اجى المدني. المدني قال بيحكي مدني، وهن قال بيحكي جنوبي لقونيعهم. عرفتي كيف؟ وهن مع البقر. طب هن كمان بيقولوا عن اللي بيحكوا مدن بيلقوا نيعون. ايه ما هن هيك عمل لك، بس نحن انا كنت مشحر معطر يعني يومتها يعني عرفتي كيف؟ يعني ما حدا من رفقات يعني كيف كنت تحكي مدن؟ ما كانوا يحبوني. كيف كنت مثل سو تقول يعني؟ اقول له مثلا صباح الخير. شو ها؟ شو عم تقول ها؟ صباح الخير. شو ها؟ بدك تقول هيك. لا بدي تحكي مثلهم. يعني تصير تحكي هذا كان صراع انا وصغير يعني، صراع بالتياب. يعني كانوا مخزقين تياب، وانا امي لا لازم تكون تياب مرتبين. بعدين انه الرقعه نحن ما قالش رقعه، بعدين تقول مع كبر الرقعه صارت موضه يعني عرفتي كيف؟ كانت من زمان الرقعه هي يمكن لانه علامه فقر وعلامه فقر. ايه بالضبط. لا مش عم بحكي على هلا الرقعه صارت علامه فقر وغني. لا ويخزقوا التياب يا الله، مش عارف انه امي كانت سابع عصرة يعني. هلا صارت الرقعة. لا ايه اللي طولوا شعراتهم يقصونا اياهم، هل تطويل الشعر يعتبر موضه؟ هلا فات من دون امل يعني وسيبان. هلا فات يعني الفقير بالغني، عادات الفقير فاتت بالغني والغني فاتت بالفقير، ولا كيف؟ الفقر فقر بعده الفقر ولا موجود. بطل في ابداع؟ مش ابداع، الفقر بعده الفقر موجود. لا مش عم بحكي مثلا قلنا عن اللبس. نعم. هلا ايه؟ عن المرقع. هلا صارت شو هيدا؟ طول عمره يعني اذا بدك الموضه بتجي من 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 يعني من 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 الحياه نستلجي يعني بترجع لورا تستلهم من ورا وبتقدم لقدام يعني. فاحيانا بتلاقي احيانا في شيء كان يستنكره صار موضه يعني، وحسبي كان القصير ولا الطويل ولا الالوان. بعدين كان يقول الزهري للبنات الازرق للصبيان، بعدين انعكست لاي احيانا يعني. طيب استاذ يحيى، من هيدا الشيء اللي كنت ضايعه تقول صباح الخير ويردوا ايه عليك بطريقه ايه انه انت ما كنت تفهم اللهجه، كل واحد جاي من محل. نعم. فيكم كيف يعني قدرت ترجع تتعامل مع الضيعه؟ تحب الضيعه؟ حاولت تحبها للضيعه؟ صرت خزق تيابي. ايه صرت قالوا اني عملت لهم يعني بدي تكيف يعني. ف وما كانوا يصدقوني، انا كنت اقرا جرايد انا وصغير يعني، وهن شو بيقرا جرايد هيدا؟ وين في قصوصه ورقه اقراها وكذا؟ يضحكوا علي يعني عرفتي كيف؟ انه بيروحوا على الصيد بالنقيف والمطفح يعني بدنا نحفر فخاخ وغيره، وانا ما بعرف. حق عبيك ما قال لك انه لازم تطلع على الضيعه شوي تستغني عن بعض الاشياء اللي انت بي اساسا تركنا ومشي يعني بمحل ما، وبضل بليبيا ويبعت انه اذا اجى يبعت مصاري لامي، وانا بتنزل على الشغل بالضيعه كمان تحوش وتقيم، وانا قررت انه لا ما بتنزلش تشتغل. انت انا بدي اشتغل. فانا كمان اشتغل بالحواش صبير، اضمن صبير، بيع صبير. اشتغلت بالارض وهيك طبعا طبعا ممنوع ما تنزل تشتغل، لانه انا كثير كان عندي كبرياء يعني. ايه. بهالمحل انه تجاه العيب. شو كمان غير الصبير بعد؟ بعت تين مره، سرقت لوز. سرقت لوز وبعته. ايه طبعا كنت اسرق لوز اوقات ابيعه، ويكونوا مرين حط فوق منهم هيك شيء. هذا ربح 100 مليون بالمية طبعا يعني. شي مره حطيتها هيدا المشهد بمشهد ايه فيه حطيت عن اللوز كيف سرقت لوز، وامي يومتها لطتني وطعمتني قتلي وقالت لي انت مش ابني، انت لقيناك على العين مع النور جبناك. صدقت انا انه انا ابن نور يعني. من زمان كانت السرقه كثير يعني حرام ويتعاقب عليها، هلا ما في رقابه. هي لا انه طبعا امي بتصلي بتصوم انه هذا حرام ما بيجوز، وانا الله بيخنقك بالليل، وانا نمت بالليل ونطرت الحبلي وما اجت الحبلي وما بعرف هيك. هن بعلمونا نحن وصغار انه الله بعه لازم ناكل الصحن كله. انا اكتشفت انه الله حلو كثير يعني، بعدين على اكتشفت انه الله من اجمل الجمال كله هو الله بالنسبه لي انا، هو احلى. هو مش دائما ظالم، مش دكتاتور، مش انه مدبح بيحرق، شو هالحكي هذا؟ الله رائع وجميل. طب هذا الطفل المهذب كان ولا مره قرصت شي حدا، لعبته بالشارع، حملته هدول البواريد اللي كانوا يحملون، كان يعني كانت وقتكم حرب، كيف صرت انت حدا بالنضال ويمشي أنا بالشارع؟ انا اذا بدك اول شيء انا كيف تحولت؟ انا ابن برج البراجني يعني، اول شيء كنا نمشي عافيين نروح نلم ازاز، الازاز نروح نبيعه لبيع الازاز يعطينا بريق بداله. عرفتي كيف؟ بريق ازاز كان على عين السكه يعني.
كنت لم علب كبريت كمان نجمعهم في اشياء. فانا ابن شوارع بهالمحل اساسا، بلش ابن شوارع بس، ولكن مع الكبر وانا اقرا منيح رحت على شارع القراءة. ايه القراءة هي كانت اذا بدك ملهمتي بمحل، واللي الهمني اكثر واكثر واكثر هو تلفزيون لبنان. انا فوت على الذاكرة قلت لك بنفوت على ذاكرة يحيى جابر. يعني انتو جيل الحرب بس كمان جيل يعني ربيتوا مش على تعددية بالمرأة او بالتلفزيون، يعني ربيتوا على الإذاعة وعلى اذا اعتبرت انه انا مواليد 1961 يعني اذا كان عمري 5 سنين بلشت، بس مع اني انا عبقري من اول يوم بلشت انا افكر. انت لما نزلت من دغري 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 اكيد حتى بطن امك كنت اسمع كل شيء حوالي واشياء. كنت ناوي انك تكتب عن بيروت طريق الجديده ومجدره حمراء. كنت كله ناوي، بمعنى انه انا رايح تعبيري، رايح اعبر عن شيء ما. لانه هالقد كان عندي حواس الخمس مشتعله، يعني ان كان العين، الاذن، التلمس، بحب احرق الاشياء، بحب قارئ نهم، بحب السينما كتير بشكل هائل. قبل ما نرجع على الشارع اللي كنت عم بسألك عنه، في شيء يعني انت بتحس بطفولتك يمكن هيدا المشاهد اللي عم بتقولها وانت عم تحكيها بتعبس انه بعد الطفل الموجوع من لما موجوع فيك، انه اذا حدا مثلا قال لك ليه بتحكي هيك، ليه لابس هيك، شوفي ايه بسمعش، بس صرت انا افرض يعني مع الوقت بصير تفرضي حالي على الاخرين، قبلتني ما قبلتني، انت حر وعلى مهلك، ان كان طريقة لبسي، طريقة حكي، طريقة كتابتي، اكتشفت الحرية هون. أول شيء شو كانت بحياتك قبل ما تصير مسرحي يعني إذا قلت ضربة قلم كانت صح؟ يعني أول شيء كتبته إذا بدي إذا ككاتب كتبت لوحدي إنه غزلة وبدي شدها، يعني هذه هيك القصة، بلشت من هون، يعني مسألة نسائية يعني أنت بلشت إنه كاتب شاعر. كاتب شاعر وأزعر كنت يعني، إنه بدي حابب أتعرف على البنات. يعني هي كلمة أزعر باللغة العربية مش بتعني أزعر. لا لا، أزعر بالمعنى النبيل للكلمة، يعني ولد أزعر، يعني بيقولوا عنه ولد أزعر. فأنا بالنسبة لي كانت الكتابة ذريعة أو وسيلة لحتى أتعرف على بنت. افتكر مين كان يلفتك هيدا يعني من الشعرة؟ يعني الواحد بده يقرا شوي ليكتب شوي، يقرا كثير ليكتب كثير. انا اللي لفتني يعني هو السمع، انا اكثر شيء اذا بدك تعلقت بالرحابني عن التلفزيون، على الاذاعه. بعدين تعرفت اكثر على الزجل عبر التلفزيون. بعدين التلفزيون سحرني بكيت، يعني انا تاثرت مثلا مش بالشعر، تاثرت بتوم انجيري، تاثرت بهاجلي انجاجلي، صور متحركه هن بالنسبه لي الشعر. لانه مش معقول هون الناس بتكسروا بيرجعوا بيقوموا بيموتوا، ما حدا بيموت. فالشعر هو احيانا بتسال اسئله كبير لطفل، انه شو الموت؟ يعني هالقد خيال واسع طبعا انت بتحقق الخيال اللي كان موجود. اذا انت مثلا بالشعر اذا في رعب، انا كان 10 عبيد صغار يرعبني. كنت تقعدوا على تلفزيون لبنان من زمان؟ انا بس مش عندنا، ما كانش عندنا تلفزيون، احنا كنا فقراء. وين كنت يعني عندنا كان بيت اوضه ببرج البراج، اصحاب الملك هن عندهم تلفزيون على الطابق الفوقاني. هلا بنتهم الصغيره اسمها ندى، هي رفيقتي يعني، تخدني تطلعني وتشفق علي انه احنا فقراء، تشفق علي تقعدني واقعد انا. كنت تحبها ولا حبيتها كثير؟ كيف؟ بس مره قالت لي اول حب بحياتي وكسرت لي خاطري. ليش؟ كانوا غنايا؟ لانه كنت قلها نحن نعطيكم مصاري انتم عم تعيشوا من ورانا، فكر انه انا اذا امي عرض اجار البيت فكرها احنا غنايا. لما نزل على البنك، بنك بيروت تحت، فكر البنك لنا، بي هذا البنك يعني. انه بايك يبعث لكم مصاري. ايه البنك لنا هيدا، امي راح تجيب مصاري وتعطيهم اياهم، حرام هن الفقراء. وشو كانت تقول لك ندى؟ تقول لي هيك؟ لا نحن غنيات، جابت اهلها ضحكوا علي، قال لا نحن اغنى منكم. اكتشفت اول هيك صراع طبقي بسموه، فعملت شيوعي بعدين. كرمال هيدا الموضوع. لا مش الموضوع بس انه يعني هلا بكل صراحه هلا الاحزاب بفوت دغري بالشيوعيه، يعني كانت هي بمحل هي يعني متنفس فعلي. لا انا بال 75 بتقول صار عمري 14 سنه. 14 سنه وانا من 13 تريك عم بشتغل، يعني صرت خاص انا مستقل ماديا، انا اتعلم لحالي وادرس وروح على سور مشي، يعني بتعرفي شو مش مثل هلا يعني نفذت الدنيا وضعت المدارس، نروح بالوحل، نروح تحت الشتاء، وزير التربيه هذيك الايام مش مثل هلا. شو كان يقول لكم نزلوا بالوحل؟ ما في حدا يسال عني لا وزير ولا ما استاذ ولا شيء. شو بيميز؟ بطلع بالتراكتور. كثير بتحب سور. بحب سور لانه هي المدينه، لانه هالقد مشيت عليها؟ ايه لانه هي تجربتي الحزبيه الاولى، هي تجربتي الحب الاول، هي تجربتي البوسه الاولى، هي
رغيف الفلافل، هي فتاير محفوظ، أول مظاهرة، البحر، السمك، المظاهرات، السلاح. قديش غابت فيها؟ شيء منيح كثير، يعني من 74 لل 85 يعني 10 سنوات من العمل. شو بتذكر فيها؟ بتذكر لما نحرس على الشط، نحرس بصور بالمقابر، يعني بتذكر المعارك اللي كنت تدور فيها، بتذكر الاحتلال الاسرائيلي، بتذكر اول حب على بنت فلسطينيه يعني تركتني وراحت. ليش؟ ما بعرف تركتني. دائما بيتركوك بالحب. بيتركوني، كان عندي السن هون مكسور اول شيء. انا صغير قلت لك ما دفشوني يعني على حافه الحسينيه، انا عم بقرا بالجريده، انكسر سني من هون. امي فقيره، صار عندك شباك. صار عندي شباك، وهذا الشباك حرمني اتعرف على البنات. لانه لي شباك. كانوا يعطوا بروك. فتعقدت شي خمس ست سنين، وامي بدها تجيب تصلح لي اسناني، فرفقتني هيدي، فرحت على الحزب الشيوعي. الحزب الشيوعي ظبطوا لك سنة؟ لا ما ظبطوا. بس قلت مقاتل، مقاتل، ويعني حلو الواحد يكون مقاتل؟ هلا اذا عن بعيد ما بعرف، يعني انا امي كانت ما كان في سيلفير وقتها، يعني نروح نقاتل او نروح على الحزب. انت كنت مقاتل؟ طب قل لي. ايه لا بقول لك بس وقتها يعني بعنا انه امي تفتش علي شهر وشهرين. ما في سيلفير تلفن وينك انت. تعاني الامرين، اذا انا ابني بده يقاتل هلا بوصه باجري. ليش؟ لانه ما دفعك شيء من النضال. ممنوع ممنوع ممنوع، يعني هيدي بلاد، مع احترامي طبعا كلمه نضال، بس انه يمكن يومتها كنت عم قاتل او عم كرمال قضايا نبيله، منها الاحتلال الاسرائيلي، منها الحركه الوطنيه. هلا ما في قضايا نبيله؟ يعني كلها نبيله بمحل ما، يعني بعدها اسرائيل اكيد، بعد قضيه بالنسبه لاسرائيل عدو شخصي، يعني مش رح اتخلى عن هالعداء لها. يعني طب قال لي اول مظاهره نزلت فيها. اول مظاهره نزلت فيها هي وقت يعني قتلوا طالب من بيت غنيمه، يعني بصور اول طالب بيت غنيمه، فنزلت مظاهره وقتها من ثانوية صور، كنت موجود يعني هذيك الفتره. يعني كانوا ينزلوا، كان في قلب اقوى من هلا لقلوب، كانت تكون حركات مطلبيه، كانت تكون حركات مطلبيه، تكون حركات تغييريه، كانت تكون حركات بس سوبر ماركت كبير من الانواع النضالات، يعني يعني بدك تحرري فلسطين وفيتنام وتحرري لبنان كله، وبعدين عندك قضايا كبيره توصل لوين، على كوبا، وترجع تلف على افريقيا، شغله كبيره. ومين نحن لحالنا يعني. طب اول حب بصور ما كتبت له شيء بهالكتب؟ بصور لا ما كتبت له، بس انه طب فينا نقرا في روايه في طبعا فينا نقرا شيء من اي وحده بدك، اللي بدك يعطيني. كاني امراه مطلقه، كانني امراه مطلقه. نختم الجزء الأول مع الأستاذ يحيى جابر بقصيدة من ديوانه كأنني امرأة مطلقة. هيك قصيدة صغيرة، هيك يعني من القصائد الصغيرة بحبها. يعني واحدة اسمها نجاة. أتموج أتموج من إلى على، أعلو وأهبط كقارب، أتموج من إلى على، أعلو وأهبط كقارب، أتخلص من أثقال كخاتم الزواج مثلا. الله، يعني يعني بده يتخلص من أو تخلص من الحبس. نكمل بعد الفاصل مشاهدينا. وي بسام تو مونتو؟ ألو تي توجور لا؟ ألو؟ إيه عم تسمعني هلا؟ إيه كنت بالأسانسور عشان هيك عم بيقطش. ايه شو كنت عم تقلي؟ بريز اشتقت لي؟ او انت اللي اشتقت لي؟ بس ما نحن مطلقين. قال مطلقين بيشتاقوا اكثر لبعض. اها ايه هلا وصلت، عبت اهلي عطيوني. ايه ماشي حالي، عم بكتب. ايه كيف يوم؟ الفرنساوية بطلت مريم من النبطية؟ يا عبارة يا زنطارة يا شحارة، رو شو هاي؟ ليك هو كلهم بتاع بتيخة، مدبخ، طريق، طاقة، تتبيقة. ليك سؤال زين، سوري بس شو الفرق بين هيدا قاتل وهيدا قوة؟
هيدا كاتي اذا شيء بعيد، اذا البيت بعيد هنيك هيدا كاتي، واذا شخص بعيد هيدا كومي. اوكي اوكي. سلادة عم ناول. انت بتعرف شو يعني السلادة؟ يعني السل العدي. للقعدة. استاذ يحيى اهلا وسهلا فيك من جديد. كتاب بحيرة المصل اللي اخذت عنه جائزة يوسف الخال عام 1988، اول كتاب اول كتاب لك. انت يعني ظلمت حالك انه انت وقفت انك تكون شاعر؟ يعني ما عم بفهم. هلا انا شاعر، بعدني شاعر، وفعلا عندي كتب كتير مخطوطات موجوده بالجوارير. شو النفع؟ ما بعرف ليش عندي رغبه بالنشر، يعني هذا وحده اساسيه. اثنين، ايه بدات حياتي كشاعر، بس يعني هي كمان كانت ستار لشيء ثاني. يعني كنت انا حابب كون سينمائي، حابب كون يمكن روائي، حابب، بس انه الشعر لقيته يعني اسهل بمحل ما لحتى اعبر عن ما انا وعلي. شعر سابق قلت عن حالي شعر سابق فقط لاخذ مسافه مع حالي، حتى لانه حسيت حالي عم كرر موضوعاتي، عم كرر لغتي، عم كرر. هل كانت انا قاسي مع نفسي تجربتك مثلا الشعريه؟ ايه بحب انا في طلع 50 كتاب، يعني اذا لعبه الكتب كله بيصير بيشبه بعض. ما بعرف يمكن بيشبه او ما بيشبه، بس انه ليش شو هذا كله هالكم يعني بالنهايه. هلا كنت عم بتقول ما كنت يمكن بدي اعطي لحالي كون سينمائي، يمكن روائي، يمكن لقيت حالك شو بدك؟ لقيت حالي. هو احيانا انا احيانا اذا لقيت حالي قبل الظهر ضيع بعض الظهر، ضيع بعض الظهر. قصدا اللي بيلاقي حاله هو الموت. انت شخص قلق؟ أكثر من قلق، أرق، قلق، مضطرب، سميه ما شئتي، ما بحب السلام الداخلي، ما بحب هذا. بتحس إنه الواحد إذا كان دائما هدوء ما في إبداع، يعني الإبداع بده يرتبط بشيء. لا بده استقرار، ببركان. لا بس بده استقرار. بده استقرار. أنا ما بحب الشعر اللي بيقول لك هو شاعر عبسي اللي بيسكر وبيضرب راسه بالحيط. لا ما عم نحكي شعر، أو الشاعر اللي بيصير بيشعر يضرب كفه وماشي، قال هو شاعر هلا. لا ما ليه دخلك كلهم متهمين بهيدا الشيء؟ ما بعرف يصطفلوا. انا لا ماني هيك، انا بقرب صوب بضربه والله. يعني ماني مسالم، يعني انا بحب العصافير مشويه ومقليه، يعني مش على قد رومانسي يعني. عشان هيك كانت اخر مسرحيه بجدره حمراء. جدره حمراء، جدره حمراء كثير مسرحيه حلوه. بوجه تحيه للممثله انجو ريحان، يعني ثلاث شخصيات قدرت انها يعني من بنت هيك كلاسيكيه لا بنت صح، يعني ثلاث شخصيات مريم وفطم و يعني قدرت تنقل بيناتهم فعلا. جدر الحمراء هي كان هذا هو الاساس لها، انه انا اقدم شخصيه جنوبيه. بس كانت ثقيله عليها الشخصيات، يعني لا تقدر هالقد تطلع من الهدوء لتنطلق للمره المعنفه لهيد، للمره اللي ما بتعرف شو بدها بالحياه. صحيح. يعني دائما كنت عم بتحاول تاخذ يعني نصوصك ل ممثل واحد. نعم. يحيى ما بتحب الكترة على المسرح ولا؟ انا اشتغلت كترة، اشتغلت ابتسم انت وداني كترة، اشتغلت مسرحية من شي سنة هي اسمها هنا مع جمعية، بس دائما عم ترجع على هيدا الشيء لاسباب، سببين. سبب الانتاجي اولا، انا كمنتج اعمالي احيانا انه ما عندي قدرة انتاجية لاكثر من شخص. وبعرف قديش حجمي، يعني بعرف موهبتي حدودها هالقد يعني بهالاطار، وبعرف انه كمان الشغل على ممثل واحد مهم كثير، هو اللي بيعطيني قوة، يعني انه كيف وتحدي اكبر. نعم. طبعا بحلم بيكون في ممثلين وثلاثه يعني. بناء على شو بتاخذ الممثل استاذ يحيى؟ باخذه على الفكر اللي عندي اياه وبعمل كاستنج عليه، يعني مش الشخص اللي بيكون هو بمعنى، وبعدين بشتغل معه، يعني بحوله هو للشخص يصير شريك معي بالعمل بشكل. نعم. او باخر. نعم. يعني بلشت بسلسله الاعمال من. نعم. بيروت طريق الجديده اللي قدمت فيها عن مجتمع معين. صحيح. وهلا مجدره حمراء كمان عم تقدم عن مجتمع الشيعي. عم بتقدمه بكذا نمطيه. نعم. اذا بدك او بكذا صوره. ليش يحيى جابر عم تروح تركز على الطوائف؟ هو مش بس على الطوائف، ان اولا احنا الطوائف وحده منهم، بس انا ناس من لحم ودم. يعني انا بلاقي الناس على التلفزيونات شيء اسمه نبيل نبيله، سمير سميره، ما بنعرف من اي طائفه، من اي منطقه، شو بياكلوا، شو بيشربوا، شو طقوسهم، شو عاداتهم، كله مغيب، كله قديم بجاليري هول الممثلين. والنصوص تبقى هيك فيشي. حتى بالروايه، حتى بالمسرح، يا عمي في ناس هو نحن بنشوفهم كل يوم، كيف بنعبر عنهم؟ كيف كان تقبل الجمهور ل مجدرة حمراء؟ يعني فيها واقع كثير، في محلات هيك كمان يعني عم بتكون نقول قاسي، يعني قاسي. انا قاسي بمحلات، مش قاسي بس انه احيانا الواقع قاسي فج،
الواقع مخيف احيانا، ما فيك تتجملي يعني، فيك تجملي زبالي يعني مثلا؟ لا شو بدها ملا يعني، حط الله يعني انه برفعها بتصير زبالي منيحه، زبالي زبالي وانسى ابن مجتمعه وابن بيئته. بس انت حكيت عن المرأة المتحررة بس ما حررتها كثير. شو مطلوب مني تتحرر؟ لا ما انت يعني احيانا لا انت نعم. احيانا يا بتكون يعني ببعض المواضيع بتقدمها مثل ما هي فعلا، ببعض المحلات عم بيكون عندك يا هي مسألة انه انت ما بدك تتعرض لانتقاد زايد، عم بتحط حد ل اذا بدك لفكرتك، يا ما بعرف شو يعني، في محل بالفكره. انا يعني كلام كثير رائع وحلو بالنسبه لي، انا فعليا احيانا بالمسرح هو حيتحول لروائي، بالروايه باخذ راحتي اكثر يمكن، فانا كل شغل المسرح هو شغل روائي حيصير. هل هي الرقابه اللي بتخليك انك في نوع من الرقابه احيانا الفكرة. في نوع من رقابه الامن العام طبعا بتلعب دور محلات، وانا بحاول احتل عليه او احاول انه يعني تلعب بالحكي او بناقشهم، فانا بعاني من نصوصي احيانا معهم، وانا كنا لهم كل احترام طبعا يعني ما ابدا ما في هالمشاكل. في عندي رقابه الشارع، كيف بتخلصي منه؟ مش بيقول لك كلام ما قلتيه او بيفسر لك شيء ما قلتيه. كيف الصحافه معك؟ الصحافه دائما منيحه يعني، ما منيحه وعادله يعني. النقد استاذ يحيى جابر بالعالم العربي لا. ويعني بتعرف انت النقاد في كتير بسموا حالهم نقاد، بس النقد هو قايم على أسس وقايم على أشياء يعني، مش مما كان كتب بنقول إجا نقد المسرحية أو نقد مش بعرفني شو بدي ينقد، كله بينقد بعضه بهالبلد وما في ولا نقد مزبوط. وين يعني مين اللي بحق له ينتقد أو يعني أنا مع النقد كله ينتقد مش قصة، بس إنه يعني بس صاير النقد كان إنه يا أفعال تفضيل الأحلى الأجمل الأروع يا أفعال تحقير السخيف التافه الممل. لا بس انت فعلا قريت مقاله نقديه فيها صفات النقد يعني التحليليه النقديه عم يستخدموا ولا عم يستخدموا يعني شعري بال ما بعرف حق يعني انا يعني صدقيني احيانا بتطلع على اللي عم ينكتب فعلا حتى اعرف وتعرف وتعلم، حتى المقال اذا بدك بيعرفون الناس انه انا اذا مقال ضدي مش بعمل له شير على الفيسبوك بكل احترام، واللي بيسبني بعمل له شير. انا شخص كتير مرتاح مع حالي، انا عندي كتاب اسمه نجوم الظهر حاطط على الغلاف كل الشتائم فيي، ما حطيت الاراء الحلوه. فانا قد مرتاح مع نفسي يعني، من انه من يشتم او من ينتقد او من يسفه او يسفل اوكي، بس بعدين بدك الزمن يقول. عمين عندك عطب؟ وعارف اعتبي على انه تحس حالك يتيمي يعني محل ما وبلا دار ايتام. انتوا جيلكم ليه كلكم بتقولوا هيدا الكلام؟ اكيد يمكن نحن يعني من جيلنا يعني نحن علينا مخضرمين، يعني نحن لدقنا ويلات الحرب او نحن اللي نفذنا الحروب بشكل او باخر. واجى السلم الاهلي حاولنا ناخذ بالسلم الاهلي، لا اخذنا من السلم ولا الحرب انصفتنا. جيل لا حرب لا سلم، وبقينا من جوا عنيفين يعني في عنا عنف وما حاول يكونوا سالمين. بعدين تفرقنا. انتو جيلي قعدتوا بلا الوظيفة الفعلية اللي انتو كنتوا عم بتقارعوا بالحياة لحتى تشتغلوا. يمكن احنا جيل اخر مقهى، يمكن جيل المقاهي اخر مقهى، لانه كان المقهى له دور، كان له قيمة، كان له حضور، كان في تعدد في تنوع. مع موت المقاهي والسقافة والمقهى لما ماتوا مات الشارع. انا ابن شارع الحمراء، انا من يعني هلا كيفك انت والحمراء؟ انا والشارع الحمراء بعيد كثير كثير كثير. لما كانت المقاهي والمقاهي كانت المقاهي هي حركات ثقافيه كانت حقيقيه، ان كان الويمبي ولا هل المقاهي اللي راحت ولا هن المثقفين اللي تفرقوا؟ مش المثقفين تفرقوا والمقاهي ما عادش لها دور مثل الاول. يعني ما كنا نيجي على القهوه عارف انه رح نلاقي فلان وفلان وفلان، واذا قعدنا مع فلان وفلان وفلان حنقول اخر كتاب قريناه، عن اخر فيلم سينما شفناه، عن اخر قصه حب عشناها، عن اخر نميمه. هلا ما عاد في معاش في اخر فيلم وليه، بس نخلص القهوه ونروح على بيوتنا، نروح نكتب القصيده من جديد، نروح نعمل مسرحيه من جديد. في حيويه هون، صار في فرديه مع وصول كمان قصه التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغيره، اصبحت الانانيه والفرديه زايده وصولا للسلفي الثقافي. هلا السؤال يعني السلفي كل واحد صار يشوف الانا تبعته مضخمه، هذا الاعظم انا الكذا، فانا وقت ما نكون انا. هل برايك كان في يعني اذا بدك الغاء لدور المقاهي مثلا؟ حسيت ايه المقهى التغى، وحاولنا مره عبر انه عملنا يعني اسست مع صديقي يوسف ما يسمى شعراء الحانات، انا اسسنا هي الشيء اول شعري قال بالحانه. فانا واحد من الاساسه بهالموضوع،
ايه ونجحنا فيها بعدين بطلناها. نعم. دائما علاقتي انه برات البيت الشعري انه يروح على الشارع، يروح على الحانه، على المقهى، على قد ايه يعني انت فعلا يعني القصايد ونصوصك بتشبه مسرحك. نعم. وهي اصلا كمان يعني مشهديه. نعم. عم تكتب مشهديه صغيره. النثر هو كتير قريب. نعم. يعني من اذا بدك من الناس السهل. صحيح. الممتنع. صحيح. اذا هيدا حدا يعرف يكتب النثر الصحيح. بس كمان يعني جبه لهلا بعضه الكتاب. انا عانيت من النقد، الحركه النقديه تجي. يعني حتى لما كنت شاعر وكنت إلي صوت، لما كنت شاعر يعني معنى كان عندي ما يسمى يعني عيب احكي انه واحد عامل حاله شعريه جاي جديد. ما وكبتني حالي نقدي، بكذب على وكبتني حاله الغاء، حاله تعميه، حاله شو اسمه، فرضت حالي شيئا فشيئا، بس عانيت الامرين. هل هن عاد تقبل المختلف؟ لا، بده اياكي مرافق. يعني كل زعيم شعري بده اياكي مرافق معه تفتحي له الطريق. انا ما كنت مرافق، لما كنت بيسمى زعيم ارفض المرافقين، ما بدي لا مرافق ولا زعيم. انا طيب. انا مواطن عادي ماشي على الرصيف بحب الشعر. خذ الكتابة بقوة قرأ لنا. بدنا يعني ترجع شوي للشعر. ليش ما بتمسرح قصايدك؟ مسرحتهم مرة بيحي الكتاب بقوة. مسرحهم بجديد هلا. هلا عم ناوي ارجع. لا أنا ناوي أرجع، هلا سميتها فوتو كل حياتي. كل ما قال لك بتقلي مسرحت وعملت هلا قريبا. عندي شيء اسمه فوتو حياتي. حلو. حاطط حوالي 30 صورة من حياتي واحكي عنهم. بقالب شعري. شعري ومسرحي وتعدد وتنوع. عامل فضايحي. يعني قايل فضايحي كلها. هلا عم نحكي عن فضايحك بدل قصيدة. إذا كانت فضايح. الحج حسن الوالد نفسه بلا وجبة أسنان أنبني وعلمني منذ 20 عاما. يا ولد يا ولد يا يحيى بن زكريا، خذ الكتاب بقوة، غمس لقمتك بعرق جبينك، كن مهذبا، لا ترفع صوتك، أخفض بصرك، لا تغش، لا تكذب، لا 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 لا. فأصبحت شاعرا. يا للعنة. لا لا، هيدا لا. يعني دايما بدهم ينهونا ويأمرونا بينهونا وبينهونا. هي لا، إذا بدك الله هي تصنع شعر. يعني هي اللي بتعمل شعر، هي اللي بتعمل هذا. يعني طفل كنت تحب تبحبس وتعرف. أنا ولد طفل، طفل اللي فيه ولا مرة غادر يعني بمحل، دايما افتح له الباب احيانا، انه لانه الطفل هو بيقول لا، بيتمرد. لما احس حالي ناضج ارجع اقول لا. نعم. قول لحالي. حتى استاذ يحيى بتحس انه يعني كنت انت يعني حدا بحب بيعرف، بتحب تفتش، بتحب عندك ال عندي فضول. هيك فضول. يعني عندي فضول بعدها نفس الصفه فيك لهلا. يعني ايه بمسرحي هلا فضول مثلا اتعرف على الشيعة اكثر. مثل فضول اتعرف على السنه اكثر اذا اعتبرنا طوائف. عندي فضول اتعرف على هلا المسيحيين بمسرحيه جديده هي اسمها من كفرشيمة للمدفون. كمان كيف بتروح بتتعرف عليهم؟ اول شيء بعمل ريسيرش وبحث تسجيلات، بسرق قصص من الناس هي عم تحكي. تنزل مثلا هلا بدك تعمل شيء عن المسيحيه، بتنزل على شارعهم، كل على مقاهيهم، اكلهم شربهم، كل شيء بمنطقتهم. كنت انا عامل ريسيرش على 5 سنين على الموضوع، مش هيك بيجي يعرف. طب ليه مجدره حمراء اخترت النبطيه؟ اخترت النبطيه لسببين. اول شيء النبطيه مدينه كبيره، والنبطيه هي عاشوره. اساس عاشوره هونيك يعني بمعنى تطبير وغيره. والنبطيه هي الحاضره الشيعيه الاولى اللي كانت بشكل هيك. فاخترت نساء من هونيك. يعني بتحب فكره النهر قريبين للنهر الليطاني. يعني كمان كنت تحب تحضر الاشياء اللي كانوا يعملوها بساحات اللي بعدهم لهلا. عاشوره بالنسبه لنا كانت يعني نحن وصغار هي للتعارف. نحن وصغار هيك كنت تشوفوها؟ ايه طبعا، نتعرف على البنات، تعرفوا علينا. كانت مناسبه منا بس دينيه، هي مناسبه. انتوا ما كنت تروحوا تحضروا المناسبه الدينيه، كنت تروحوا لتتعرفوا. نحن صغار نحب الراحه. قديش كان عمرك؟ راحه والبسكوت. بسكوت والراحه تعني لنا كثير. صوت امي هيك عم تبكي او جدي عم يبكي، كان الدمع من زمان حلو شفاف، في خشوع، ما كان في مكبرات صوت. بس تيجي مكبرات الصوت بعد إذا صار في مصيبة. طب بس أنت قلت من هالمشاهدية كلها مش متذكر إلا أنا كنت رايح تحب تتمعشق. ما في يعني مشاهدية حلوة مطبوعة من هالسنة؟ بلا، عرس القاسم جديد كتير. طيب أنا ما اختاروني. لا يعني اختاروني أنا أكون القاسم، حملوني شمع. طب ما تضلك قاسب أجوبتك. قاسم، عرس القاسم.
ايه بعرف بس عرفت القاسم طبعا، بس انا عم اقول لك ما تضلك قاسي باجوبتك. مش قاسي حنون. نروح بنرجع هيك بنوقف. كنت عم تحكي هون عن الوالد. ايه. انه لا بتعلم كمان الشعر وبتعلم كثير اشياء. طيب الوالده. الوالده يعني كانت يعني هي بالنسبه الي اللي خلتني يعني اتسامح مع نساء اكثر. يعني بمعنى قد ما تعذبت بحياتها وتعرضت لعنف من 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 ابي يعني ومن الفقر والجوع وغيره. قررت انه اكون انا يعني نصير المراه حتى لو دمرتني. طب حياتك مع النفط حدا حتى بالحكي؟ بلا عنفت وضربت. ضربت مثل بي وقبلت مسرحيه يعني. بعرف. يعني بس انه انت يعني انت هلا هلا بتحس انه انت ما بترجع بتعملهم؟ انه تضرب مثلا؟ بحاول المستحيل يكون ببيئه وبحاول كمان دافع عن نفسي اذا حدا ضربني. لن اسمح يعني بمعنى انه اغفر لاي حدا ان كان امراه ولا رجل ولا حدا انه هيك. بمعنى المعاني انه ايه العنف بحياتنا هو تربيه. نحن كنا صغار. هلا انت ضربت لانه انت شفت بيك عم يضرب ولا انت ضربت لانه بدك تضرب؟ ما بعرف سليم تربيتنا هيك ايه بس انه بالاخير انا تسامحت بمعنى بعرف اعتذر بعرف معيدة بعرف كذا. نحن كنا تعرفنا عليه على كبر يعني. حبيت بحياتك حب حبيت كذا مره. حبيت بس الحب اللي حبيته طبعا اخر حب هو اجمل حب بحياتي يعني طبعا صار 15 سنه بعده بستمر. بس في حب مثلا بحياتي حبيت البنت الفلسطينية قام راحت على سافرت وقت راح على المانيا كان عمري 17 سنه لحقتها على لحقتها لهونيك. لحقتها تركت الدراسه ولحقتها. كنت هالقد حبيب. ايه طب حبيب منيح على هبيلي يعني شو بدك يعني. ما هو 16 سنه خلوك تسافر. انا رحت مشيت طلعت على المانيا وما اجت هي على المانيا نمت بالشوارع 15 اشهر بالحمامات بالمترو. لا يحيى جابر فضيحة منا يا لا كثير فضيحة بس عشت حياة خمس شهور نمت كرمال حدا. ايه هل قد انت شخص عاطفي؟ ايه عاطفي بمحل بس عندي عواطف يعني كمان غريبة عجيبة يعني. كمان شو هربت حتى تلحق الحبيبة؟ معقول من الحرب؟ لا مش من الحرب يعني كمان انت بالنسبة لك انه المرأة بحياتنا احنا كصبيان نحن بنحب البنات نحن وصغار بتشوف قد ايه بتحبه. ايه نشوف قد ايه بنحب. انا مخلص لاني ابن الكتابه فكرت حالي مثل القصص فعشت الروايه. عشت الروايه عشتها وعملتها يعني ورحت وسافرت و هي معها خبر بكل شيء قلته؟ معها خبر بعدين انه قالت لي اهبل شو جابك لهون؟ انا ما قلتلكش انا قلتلك هيك كلمه. لا بعدين عرفت انك كتبت روايه وعملته بتعرف هي هالشيء بعدين انتقمت منها بمحلات ثانيه يعني بعد سنوات. نعم. يحيى جابر تركت الشعر بدك ترجع له وعدتنا انك رح ترجع له. كيفك انت والسينما اللبنانيه؟ بتحبها للسينما اللبنانيه وشو رايك فيها؟ والله السينما اللبنانيه في طفرات حلوه يعني في جمهور اول شيء صار في جمهور. السينما بلا جمهور ما بتمشي. السينما اللبنانيه في انتاجات معقوله ومنيحه يعني بشكل او باخر. ما عم تابع بس انه في افلام انه معقوله كثير يعني في مثل افلام يعني بس انه تتنوع ما في يسمي. نرجع نرجعك على التلفزيون. اذا ما بدك تقول كثير لانه دائما المسرح في منهم اعداء السينما وما بعرف كيف. لا بالعكس مش عدو السينما بس المسرح بالنسبه لي هو شغفي هو مهنتي هو حلمي هو حياتي. بتحب تنقل هيدا الشيء للتلفزيون؟ يعني بتحضر يعني مقدمي يعني في بعض الزملاء هن اولاد المسرح عم يعملوا شغل حلو على التلفزيون. لا كلهم شو رايك؟ لا كثير قويه بالمعنى بس المسلسلات التلفزيونيه ما بتابع كثير لانه ما ولا مره جذبتني يعني بشكل مهم المسلسل اللبناني تحديدا يعني ما بعرف بحسه بيتشابهوا بحسه. كيف ممكن تنقل تجاربك على الشاشه للمشاهد؟ في عندي مشكله حاولت كذا مره عندي مشكله مع المنتج التلفزيوني يعني هو بده بلغته هو مش بلغه يعني كذا بس هالمره عم حاول انا اكون الى حد ما طلع على شاشه التلفزيون اللي هي اساسا انا ابنها يعني. خففت من حديتك ولهجتك على المسرح يعني بتحس بعد هالعمر صرت تفكر اكثر لما تطلع اي جمله باي مسرحيه؟ لا 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 هلا عندي مسرحيه صار في مسؤوليه اكثر؟ لا 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 ولا شيء ولا شيء خفت ما بخاف كثير يعني بس انا شخص شوي ما بحب اكون ضحيه ولا بحب اكون فلسفه الضحيه ولا اشحد على البواب انا ضحيه ولا بحب اكون بطل حريات حتى كمان يعني اذا بدك اكثر من هيك. لا لا انا بشتغل شغل حرفي ومنح. بتحب تشتغل بس لا تشتغل لا بتحب تكون بطل لا بتحب تكون لا بدي ولا بطل ولا حرامي ولا شو اسمه عادي بس انه عايش عم تقدم شغل وعم تاكل وهيك بكل خبث كل خبث بكل خبث. ايه ليش؟ لانه كمان مجتمع بدك تتعاملي معه بخبث يعني ما في اترك حالي انه اكون شهيد لحدا لن اكون شهيد مسرح يعني بالمسرح اللبناني تحديدا يعني
وانا قلتها، انا بتمنى اموت برات لبنان واندفن برات لبنان. هل قد يعني يعني هيدا كانك عم تقول انه نحن مسرحنا وثقافتنا كل شيء بشب على بشب لا حلو كثير، بس انا عم بحكي لحد هلا المعادلات الموجوده كانه واحد ماشي بحق الارقام عم يحاول انه كيف بده يمرق الحياه بهدوء. واما الابداع والخلق الكبير هو محفوظ بالجوارير، هلا بده يطلع. يعني هلا بهالفتره شو عم تطلع انت؟ مش الابداع الابداع؟ الشيء بيشبه المرحله؟ مش بالمرحله، انا عم بطلع ابداع مسرح مثل ما انا اوكي، وانا بعيش من المسرح. بعرف انا بعتيش من المسرح، انا ما عندي ولا مهنه، انا ماني من ضمان اجتماعي، ولا بحياتي كنت ضمان اجتماعي ولا مره. هذا الشيء اللي قلته، انت طلعتوا جيل بلا وظيفه. ولا وظيفه، انا ماني عندي تعويض من الدوله، انا ولا بوزاره ولا موظف ولا بوزاره، لا اعلامي ولا ثقافي، ولا حدا عندي سبونسر بشكل او باخر، ما عندي جمهور طائفي، يعني مش صحيح. انا بقدم مسرحيتي مش لحتى مجد حدا، فبعيش على بطاقه شباك تذاكر، حبوها الناس اوكي، نعمل مسرحيه ثانيه وثالثه ورابعه، وبروح على البيت الساعه 10 نص 11 وباكل بوشار. تاكل بوشار؟ انا بحب البوشار بالليل، بروح باكل بوشار. عم تاكل لحالك بوشار؟ غضبي كله هيك بروح بوشار، وعم بعمل ريجيم، نزلت 10 كيلو 12 كيلو، وعم يعني اذا امن عام عم يراقبني او امن الدوله او امن، انا عم راقب السكري عندي كل الوقت. قوية كثير منك استاذ يحيى جابر. فانا عم راقب الضغط وعم راقب السكري، اللي بده راقب راقب. سلامة قلبك وبتطلع على الضغط للناس ما يصير لك شيء. مشاهدينا بنكمل بعد الفاصل. هلا الموضوع عني من بعد ما تعرفت انا وابو خالد طالب القرب على سنة الله ورسول. زعلت؟ ابو علي؟ زعلت؟ والله اذا زعلت بعملاش. انا غلطت شيء يا ابو علي؟ قلي. يعني راضي؟ السكوت علامة الرضا مثل ما بيقول. أنا غلطت شي، استلمت منك محل البرادة وربينا هالوليد وجوزناهم، زوجنا علوشة وزوجنا عسونة وصاروا يتخانقوا اثنيناتهم، مين بده يسمي على اسمك محمد؟ قاموا اثنيناتهم وسموا الحمودة، كيف بدنا نميز بيناتهم؟ الموضوع اللي حازز بقلبي وانا يعني جاي هلا قصدتك فيه انه ولادك الشبيب وافقوا يعني يتجوز ابو خالد، وحتى صهرك نعيم يلي بحزب الله وافق انه انا انستر بهالاخره. مين اللي وقف بوجهي وما خلى فيه سر مغطى وما قبلش اني اتجوز؟ بنتك غازين. بتعرف شو قالت لي؟ ولي انت ام انت؟ بدك تجرسينا؟ بدك تتجوزي بعد هالكبره؟ كبرة؟ ليش قديش عمري انا؟ عمري 43، هلا صح مبين علي الكبر بس عمري 43. على 15 ونص كان علوشي عايدي، على 16 ونص كان حسونة عايدي، على 19 الا ربع جيتي انت قبل ترمك وقلتي باع. كنت ابكي بلا سبب فعرف والدي اني اصبحت رجلا بسرعه. دغري قديه كان عمرك لما حسيت حالك انكسرت بالسؤال؟ بمعنى الرجال مش الرجال اللي بنقول صار رجال. لما نزلت على الشغل يعني من 12 سنه يعني وعم بحوش صبير الساعه 5 الفجر وايمن وعلى بتعرف شو صبير اذا بتعرفي شوك وعم خردق بين الصبيرات وفي تنك وايمن وحطهم بالتنك وجمرمغهم بالطيون وجا يعني كبرت وبقف على الطريق ونادي على السيارات صبير 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 من الساعة 5 الفجر للساعة 5 عشية. قديش كنت تقبض؟ شو قبض؟ عم طلع البيع للسحارة يعني، واللي طلعهم هولي بدي اعطي الماما منهم والبقايا، وكنت تخبي شي نص او ربع تحت الحجر هول الي. شو كنت اكثر شي تشربوا؟ كازوزة و كازوز طبعا، تفوير الكازوز والقرص التمر وننطر رغيف الفلافل. كان الفلافل شغله مهمه عندنا بحياتنا، بدل خبز الكماج. بتعرف شو يعني خبز الكماج؟ يعني السميك اللي هلا اللي صار، لا الخبز العادي اللي بتاكلوه هلا، ما كان شي في منه هذا. هذا شيء مهم يعني عن مرقوق، بدل صار هلا اجى غنجوا للمرقوق، للساج، للمرقوقه، للمجدره، للفوليه، اي فول. ليه دخلت؟ فقشطونا الفقر، قشطونا اغراضنا، صاروا يعيشوا منهم، فنحن حياتنا ايه عشناهم هول وحلوين اذا بدك. قديش انت وبيروت اصحابه بتحبها؟ بحبها كثير لبيروت، بموت فيها لبيروت، وبيروت هي يعني مدينتي، يعني هي وصول بالنسبه لي. شو بتوصفها؟ بيروت بالنسبه لي يعني هي يعني اذا بدك ازاز بالشتاء نازله عليه المي
هيك وضو شحيح وقهوة رصيف يعني وكتاب. وفية لك بيروت؟ كتير وفية وكتير حنونة. وشو ما اعطيتها يعني بحس حالي يعني ما خذلت، لانه هي اعطتني الجامعه، هي اعطتني المستشفى، هي اعطتني القهوه، هي اعطتني الكتاب، المكتبه، المعرض، فيلم السينما. ضاع منك بالعمر؟ ما ضاع شيء بالنهايه، ضيعت. فلا فعلا شيء ندمت عليه؟ بندم على انه اشتغلت صحافي. هذا الشركة بدي فوت عليه بعد ما حكيت ولازم ما يعني مش لاقلي كان لازم. عندي حققت اشياء، عملت اشياء كثير حلوه. عندك لغه حلوه وانت ابن مسرح. ما بعرف، هذه المهنه الوحيده اللي انا عيب علي كان فوت عليها ولازم اخرج كنت منها من زمان. ليش عيب؟ ما بعرف، كانت نتائجها وخيمه علي يعني. ما بعرف ليش ضيعت شعري فيها، حرام، ضيعت مسرحي فيها. لكن صراحتك زايده ولا مش صراحتي؟ ليش عم شو بدي هالشغله كلها؟ ما مش شغلتي، مش طموحي اعمل مجلات وجرايد. عملت بس ما عطتني الا. يعني ما بتحب واحد يقول لك صحافه؟ لا لا لا، شو بتحب؟ برجف أكثر. برجف منها بهيك، ما بعرف، بتكريز صرت. لا لانه بهيدا البلد، لانه كان ما بعرف، بديش اشتم شيء، بس انه تجربه صارت. يا ريت تنقام من عمري هيك، مع انها كبير يعني 15 سنه يعني. كان لازم هول يروحوا على المسرح، كان لازم يروحوا على الشعر، كان لازم يروحوا على الروايه. لك روح على بياع الخضره احسن لي، احسن لي. كان اف اف لا بحب الخضره، لأنه لا صرت نباتي، لأنه لا بس انه اف هالقد يعني هالمهنه كرهيتك بحالك؟ مش انا مش صحافه، اللي بحبوها هن يحبوها، ما في شيء ما بتحبيها. طيب ليش بتعمليها كنت؟ فكرت حالي حبيتها، فكرت حالي ابنها، بس ما يعني ما بعرف، ما كانت اثار سلبيه علي يعني انا شخصيا. يعني هيك ما بعرف استاذ يحيى، اوقات الواحد بيكون عنده ابداع الناس بتشوفه وهو بيكون يمكن بمحل. لا كان ممكن يتحول لشيء يعني تاني. انت كانك عم بتقول انه بطريقه غير مباشره، انه اللي عم بصير هلا مثلا من يمكن شويه، ما راح اقول قمع، بس في محلات عم بصير في تدخل كتير بالاعلام، كان هيدا سبب من الاسباب خليك انت؟ اقول لك بصراحه، انا يعني ان كان شو السبب، ان كان عزيز الامن العام ولا عزيز القارئ؟ ما عزيز القارئ ما هو رقيب يعني، شو كيف يعني؟ مش قص الامن العام. واحيانا كمان عزيز الصحافي ما هو بيكون بيشتغل لدى اجهزه يعني كمان مش صحيح انه اف منا صاحبه الجلاله يعني، اسمحوا لي فيها، مثل اي مهن، وكله عايش بفساد واحد. في ناس يعني شرفة، ما عم بحكي، في سياسيين شرفة، انه في صحافي شريف وفي سياسي شريف، وفي صحافي فاسد وفي سياسي فاسد. طب يعني ما نخلط، ما في حدا انه يبع عليه القيمه غير العالم يعني، ما انه مميز. وليش بيزوه؟ مش فهمتش انا ليش. شو في؟ شو بعرفني. طب هن كمان بيتقاتلوا مع بعض وبيسبوا بعض وبيشتموا بعض وبيقبضوا من اموال سياسية يعني، مال سياسي. فاذا ما اني ضد الصحافه يعني هذا الشيء، بس اقول انا شخصيا كيحيى جابر عشت تجربه صحفيه وتجارب صحفيه، اسست مجلات، عملت ملاحق، عملت مجلات ثقافيه، كل سياسيه بدك اياه بكل انواعها. بس اقول لحالي كشاعر كان لازم هيدا يروح على الشعر. وكمان من شوي قلت كشاعر انه انا مثلا كمان روايه يعني مسرحها يعني ملعبها اكبر بالنسبه لي. بالنسبه لي انا المشهديه يعني، اذا بدك كان سينمائيه ولا روائيه، بس مثلا حتى اقعد يعني كل الوقت عم قاتل كرمال توازن، لقمة الخبز، كرمال المسرح يضلوا ماشي، كرمال بالضبط يعني لقمة العيش هي. انا كنت بقول الشعر ما بطعم الخبز، انا كنت جيب خبز طعم الشعر يعني، بطعم الشعر اول شيء كمان طبعا، فصرنا نقضيها هيك. هلا انه كنت مفكر انه الشعر مهنه بطلع خبز، هيك فكرت انا صغير طبعا. فكر انه الشعر شو عبالك، الشعر متنبي، شعر كبير. انا كنت فكر حالي يعني مش عامل شيء كبير. فكرت لما اخذت جايزه اول مره بحياتي يعني، جايزه انه انت وصلت للقمه 2000 جنيه استرليني ياي بال 87. شو اكثر مبلغ كان معك بحياتك؟ عم بقول لك هيدا هو المبلغ، هيدا هو 2000 جنيه. لا بعدين لا صار معي مصاري بعدين، بس عم بحكي بتعرف شو يعني واحد معوش 50 دولار يجي 2000 جنيه يعني 3000 دولار. واللي مات الوالد يعني حطيناه على جنازه يعني. شو كان جاي على بالك لما كتبت كاني امراه مطلقه؟ كيف تقمصت هالعنوان؟ هذا العنوان لاني انا ما طلقت، كاني امرأة مطلقة هيك حسيت. صار كل العالم يعني بينهم يقولوا حسست حالي انا امرأة مطلقة. ييييي هو نسوانجي امرجي سكرجي، وصرت انزوي انه انا كانه العار علي انا. مش اثنيناتكم اتطلقتوا؟ ما شو كل العالم بتطلق يعني، خير ان شاء الله يعني. فصرت حس حالي مجلود يعني بالحكي والاشاعات والشو اسمه. فحسيت حالي تعاطفت مع المرأة المطلقة اللي بتعاني ببلادنا.
اللي بيصير هي سهلة المنال، المكان بده يدعو عليها، المكان بده يستر على عرضها، او المكان بده يتحرش فيها، او المكان بده يستر على عرضها. يا احلى شيء بالبيطه. ايش طب حاسه انا بدي استر على عرضك انت؟ انا كمان صرت. هل بتقول كمان يعني انه صرنا بمطرح الرجال صار بده يا رب استرها؟ من جهتي انا هل رايح ايه؟ انا بخاف من البنات. بخاف منهم كثير. ليش؟ ما بعرف، بخاف. يا ويلي بتخاف، بخافوا على بخافوا البنات صاروا، مش مثل يعني بقول انه بخاف وحقهم يخافوا وخاف. فبيتنا في خوف، في حذر. يعني مين عنده زائد اكثر، المرأة ولا الرجل؟ المرأة عندها خوف رعب اكثر، عندها الرعب دبل يعني اكيد. لانه بتعاني اكثر يعني احنا بنضل نمشي حالنا، المجتمع معنا بحلات الاولانيين معنا. نعم. وما بعرف نتخلى عنها بهالسهولة، ما بعرف قديش المجتمع الذكوري يعطي بعد. نعم استاذ يحيى، كنا عم نقول انه انت اكثر من قلق، انت عندك ارق وقلق و و و و و طيب بتحاول انك يعني، هل المحاولة الكتابة او المسرحة الاشياء هي خروج من هيدا الدائرة؟ هو فعلا انا واحد من الناس من شريحة معينة، هي بتفيق الساعة 5:30 بتشتغل على شغلها الابداعي او المهني. يعني انا ما بتعطى شيء غير كتابة ومسرح. شو بعدك ما قلت ولا ما قلت شيء؟ بعد ايش مخبيه بدي طلعها؟ ما قلتش، ما بعرف شو عم بقول اساسا بالنهاية، انه يعني بدل نسمة الهواء اللي مرقت بهالكرة الارضية بدي امره. انا عابر سبيل، انا مره من هنا. طب حلو اذا كنت نسمة هوا، ولا ما في ما بعرف نسمة الهوا ايه عم بقول لك، بس احيانا نسمة الهوا بتمر على زبالة بتعف الريحه حسب نسمة الهوا وين بتمرق. شو بعدك استاذ يحيى بموضوع هيك ما فتت، انت بتعتبر حالك مقصر فيه؟ هو الحياة الجنسية ببلادنا. هذا موضوع تابو يعني، بلش تابو بعرف عم يشتغلوها. طبعا انا مش هيك، مش يعني بالنسبة لي اخطر من هيك يعني. يعني ينشغل بشكل يعني عم يطلع في بزاقه، وفي احيانا تجاره يعني. نعم. لا انا بحب اشتغله بشكل لا. كتبت عندك شيء يعني، كنت مش من زمان انا كاتب عن هالشيء احيانا. وبعدين كمان بهذا الموضوع او غير هذا الموضوع، كاتب كنت من كم يوم عندك على الفيسبوك، انه على المرأة والرجال المجوازين. نعم. اللي بيكون يعني التلفزيون هو الثالث بيناتهم، انه تنقطع الكهرباء بروح التلفزيون بتذكروا انه هن موجودين. صحيح. تذكر يتطلعوا بوش بعض وبيخلق مشكل لانه بيقتلوا بعضهم لانه ما في يعني. كانك عم بتقول انه كل هالتطور ووصلنا لدرجه انه نحن نكون عايشين مع بعض وما بنعرف بعض فعليا. اذا بتاملي هلا الحياه البشريه، كيف بتشوف الناس كيف ماشيه، كيف بياكلوا، كله عامل تليفون هيك، كله مش بعض مساطيل يعني بيطلع فيهم فوق حط الكاميرا فوق منه. شو عم يعملوا هون؟ هيك صاروا كائن فردي يعني، قد صار بس هو اللي قال له حاله. صار كل واحد بيعتبر حاله مثلا على الفيسبوك او غيره، بيعتبر حالهم كلهم دكاتره، كلهم شعراء، كلهم فلاسفه، كلهم سياسيين، كلهم اجاتا كريستي، كلهم جمال، كل ما عاد في حدا يميز عن حدا أدواء، صار كلهم مثل بعضهم. نعم. كيف توصف المشهد المسرحي في لبنان؟ مشهد مسرحي بلبنان ممتاز، في حركه مسرحيه ناشطه بكافه انواع المسارح يعني. وهذا الشيء مهم، الكل عم يرجع على المسرح، حتى التلفزيونيين رجعوا على المسرح. ومسرح يمكن النساء كنت عم تقلك، والمسرح النسائي له حضور منيح ومهم يعني، بس عم نقول انه اوكي فلتكن المنافسه شرعيه وحلوه، وبدنا نحن يعني ما نهرب الجمهور المسرحي. يعني ما بقول انه اعملوا شيء هيك يعني بس اضحاك الناس، بس ما تهربون كمان، خلينا نعيش منا المهنه كلنا سوا. وفي ازمه خشبات كمان بشكل او باخر. مسرح بخير، بعتقد بخير. قد ايه عندك جمهور يا جابر بينطروا اعمالك الجديده؟ هلا حسب جمهوري ممكن بيطلع وبينزل، بس انه ايه في عندي جمهور معقول يعني. يحيى جابر يقدم، يحيى جابر يقدم يعني، صار عندي جمهور معقول، بحبني بيكرهني بيتابعني بينتقدني بيسمعوا بصغيره. وانا وفي للفكره، فكره المسرح انه شرط انه لا الجمهور يقرا عني شو بدي اكتب، ولا انا بدي اتعالى على الجمهور. مين اكثر حدا صدمك بالفتره الاخيره؟ يعني للاسف الشديد استاذ يحيى جابر ما بيخلص معك الحكي، بس انت شخص يعني مندفع كثير وحالم. وان شاء الله افكارك بتوصل لكل الناس، واقدر الناس يفهموها صح بالشكل اللي انت قاصده، مش بالشكل اللي هن بدهم اياه. انا بقدم مسرحي وشعري، انا مسرحي هلا مقدره حمراء اذا بدي، ويعزمون عليها ويتفضلوا ويشوفوا جزء من شغلنا اللي عم نقدمه بهالمدينه يعني. نعم. بالختام شو بدك تقول يحيى جابر؟ بحب تلفزيون لبنان، بحب تلفزيون لبنان، هو الاساس كان بحياتي الابداعيه كلها. نعم.
استاذ يحيى جابر. نعم. المسرحي بامتياز، المخرج المسرحي والشاعر. نعم. والكاتب، شكرا لك. شكرا على هذه الحوارية الجميلة. شكرا كثير لإلي. يعني كنت على واقعيتك. كما أنا كما أنا ما بعرف غلطي وغلطي، ما بس هذا أنا بالنهاية. هيدا أنت ونحن بنحبك. نحن بنحبكم كثير. شكرا كثير لك مشاهدينا، وشكرا لكم، تصبحوا على خير.